السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز 3 الحلقة السابعة. الحلقة اللي فاتت هزمنا الزعيم الشجرة وقدرنا الآن نطور أسلحة أو نجيب أسلحة الزعمة، وإن شاء الله تعالى في دي الحلقة بنكمل استكشاف للمنطقة لأنه بقي منطقة تدين المنطقة اللي بعدها فراح نسويها. تذكرون هنا كان في سحلية قبل شردت مني زمان وما قدرت، ولما بدأت التسجيل لقيتها موجودة، خفت انها تختفي فرحت وقتلتها، قتلتها خلف الكواليس. الله لا يوريكم السود فيها. المهم اعطتني هذا الايتم الشارب جيم. الشارب جيم راح يسمح لي اني اخلي اسلحتي تعتمد على الديكستيريتي. فبس هذا اللي سويته. حلقة اليوم راح نكمل استكشاف هذه المنطقة بإذن الله. راح ما بقي إلا مكان واحد وراح يفك لنا منطقة بالكامل. وقبل المنطقة هذه راح يمدينا في منطقة كذا جانبية تابعة لهذه المنطقة يمدينا نستكشفها وفيها كم آيتم حلو. نشوف هنا كيف ما شاء الله السحبة دي. يا ساتر خوي بنتلطش. اوكي تذكرون هنا لقينا معلمة المركب هنا في الكهف ده السجن، وهنا كان في ايجون وهذا الباب هنا. هنا حنقابل شخصية قديمة عزيزة علينا قريبة لقلبنا. الان راح نقابلها. كاترينا طبعا شخصية قديمة من ايام دارك سولز 1. هذا من عائلة كاترينا، بس هذا شكله حفيده شيء زي كده، لانه مو اسمه زيغماير، هذا اسمه زيغورد. شخصية جدا 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 تضحك، والكوست حقه فلة. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. الله يهديك يا كاترينا. كاترينا مضيع وحاقت لأنه جاء دخل ذي المنطقة يقول في واحد يرمي علي أسهم، وانا جيت ذا المكان لانه الاسم جاي من هنا. بابا اطلع راح اتفاهم معاه، بيروح يتضارب مع الرجال يبغى يشوف السالفته. وصل هنا يقول بطلع فوق بس ذا المصعد بس ينزل تحت، مو عارف السالفته. هذا المصعد سالفته بشو، انه هو اصلا مصعدين، يعني اذا نزل تحت يجيك السلم الثاني اللي من فوق يمديك تطلع فوق، عرفت؟ ففي مصعدين فهو مضيع الفله. اوكي قاعد يقول بس يروح تحت، فانا الحين بستخدم عشان ينزلني تحت وهو راح يطلع فوق، فانا بنزل تحت الحين. هاي اوكي هنا لو كملت راح يدخلني في المنطقة الجديدة. حلو، ومنطقة بالكامل جديدة وفيها طريق ونكمل اللعبة ويمدينا نطلع فوق ونكلم كاترينا. وهناك في المنطقة الوحيدة اللي بقيت المنطقة اللي فاتت لأن زي ما قلت لكم كبيرة، فا إيش بنسوي؟ في بونفاير هنا فبريح عنده وبعدين برجع وبوريكم كم حركة حلوة. بوريكم هذا ممكن أغلبكم يشوفه غثيث، لكن أنا أعلمكم كيف تهزمونه بسرعة. ها
حاولوا انكم تسحبونه. هو عصبي هجومي مرة. حاولوا انكم تخلوه يجي زي كذا. اوكي تعال، ما نبي ننحشر. الدرج من هنا وموتنا. يلا كويس الموتى، احنا اصلا نحتاج ان نموت. الفكرة اللي كنت بسويها اني اسحبه واجيبه هنا للمصعد. اوكي رجعنا مكان ما مت، ان شاء الله هالمرة راح نزبطها. انا بالعاني رجعت جيت يعني قطعت الفيديو وخليته يعني لما كان ما مت، عشان اليوتيوب يحسب علي الوقت بالضبط، ف ما نبي صراحة نضيع وقت. ما سويت ولا حاجة، بس كنت اجري. فالفكرة انسحبوا بالشباب، يبغى يجي. هو جامد، هو جامد ترى، يمديك تهزم صراحة يعني، يمديك. فالفكرة وش يبغى يجي هنا. لا 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 تعال هنا. غبي، تعال فوق. ايوه تعال. صفق صفق الحين بيطيح. باي باي وانتحر. اوه اخذنا السيف حقه. فاذا هذا معذبكم يمديكم تذبحونه بهذه الطريقة، تخلوه هو يموت نفسه وتاخذون السيف. السيف هذا والله صراحة جامد يعني، ينفعك صراحة في اول اللعبة. يعني في اول اللعبة يمديك مثلا تبدأ بالفاس هذا، بعدين تحول لذا السيف. السيف هذا متطلبات مو مرة، 12 سترينث و 14 ديكس، و غريبة ما في له دمج عادي. شكله فلا اوريك مي كيف شكله. ثلجي يمديك تمشي يعني مثلا تمشي نفسك بالسيف. بس بما انه انا خلاص طورت يعني الكليمور صار هو اقوى شيء عندي، فبمشي بالكليمور. فهنا الطريق اللي يودينا للمنطقة اللي المفروض نروح لها عشان نكمل في اللعبة. بس انا جيت هنا بالعانية عشان اري عند البونفاير. هذه المنطقة اسمها رود اوف ساكرفايس، طريق التضحيات. فانا بريح هنا عشان لا سمح الله لو مت مكان قريب مني. هنا بطلع فوق في المصعد، نروح نقابل كاترينا نسلم عليه. نشوف يمدينا نسوي حاجة كذا حلو. اوكي الحين نبي نخلي المصعد ينزل، فبننزله ونطلع. الحين يجيني الثاني من فوق. اوكي بطلع. الحين احنا طالعين تسمعون صوت كاترينا. زي اللي لمح لنا انه هنا. يمدينا نلاقي هنا اللي كان يرمي علينا اسهم، و ما بيصير لك شيء الا اذا ضربته. فانا بقتله لانه يعطيك خاتم، يعطيك خاتم. ف السلام. والله ما اشوف شيء يا ابوي. موت اوكي قتلنا. اشوف وناخذ الهوك رينج. الهوك رينج ايش فائدته؟ يزود المدى حق البو، يزود المدى حق البو يعني مديك تشوف ابعد. اوكي الحين بننزل، وعشان نروح لكاترينا لازم نتدحرج في ذا المكان. اوكي مو شرط نتدحرج.
Ah, oh, don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. مريض هذا الإنسان. يقول لا تبجاني زي كذا مرة ثانية تيجي من ورائه. يقول أخيرا حلت اللغز حق المصعد ده. مبسوط الرجال. طيب نكلم مرة ثانية. On some days I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought. Then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast. I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. Okay, يقول شفت ايش صار هنا؟ تكلم عن الديمن وانه يقول انا ماني جبان بس قشعر بدني ذاك الوحش. يقول انتبه قبل ما تنزل. I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. يا والله يفلا ده. يقول ممكن أنزل وأتكلم معه وأقنعه. بعدين غير رأي. قال لا 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 هو أصلاً مولع خير شر. ليش أروح أقنعه؟ إنه ما بيصلح معه. فهمتوا؟ مولع معصب يعني. هو خلقه مولع. الوحش هذاك ديمن. I could try. اوكي خلصنا الديالوج. احنا بننزل طبعا كاترينا بيجي يساعدنا صديقنا الوفي افضل شخصية يعني فل الضحك صراحة انا احبه واهبل. اوكي الحين مجرد انا ننزل كاترينا بيحكي تقول ايش تروح بدوني. No. You should have waited. يقول كان المفروض تنتظر. Well, يقول بس لحين تأخر خلاص. I seek word of the knights of Katarina. Fight by your side. طب يا كاترينا. أصل كاترينا. يساعد كاترينا. أوه أوه أوه. ما بقدر. أخر كاترينا. ذبحنا؟ ايه والله ذبحنا نايس. زي ما شايفين اخذنا الفاير جيم. هذه الفاير جيم يمديك تاخذها كجفت فور اللعبة ويمديك تاخذها من ذا الوحش. الحين بنكلم كاترينا. That was quite a performance. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment we've a toast to make. أعطانا الزيك برو. To your valor, my sword, and our victory together. نحتفل بانتصارنا. يعطيك التحية حقته. لا 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 لازم نقعد معك صراحة. شكرا كاترينا. طبعا الحين بيكمل نومه. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do really after a nice toast. روح الرجال. نعم خلاص. فهذه بداية الكوست حق كاترينا. قدام راح نقابله في مصيبة ثانية. شرط أنا. بس هذا هو الكوست حقه أول شيء. بداية الكوست زي كذا. منطقة هذه انعدمت من الديمون بس فيها كم ايتم كويس. هنا لقينا اللارج كلب ايتم سترينث يتطلب 22 سترينث قطلة دينا نشيلها بالدين الثنتين. هلا والله. نرجع للكليمور احسن لي. نبكى متأكد هنا ما في ايتام.
ما في شيء. اوكي هنا مجموعة ايتمات معلقة فا بنجيبها. البيل تونغ هذا لما تغزي واحد في الاونلاين تقطع لسانه لما تهزمه فتقعد تجمع لسانه من المساكين. فذا اللسان له فائدة يمديك تلفل فيه عند مجموعة. وهنا هذه ملابس اللي انا بدأت فيها نفس الملابس الوارير فما راح احتاجها لانه انا اصلا لابسها. يصلح معاهم الثرست يعني تضرب على قدام زي كذا. شوف لاحظ اسوي الدمج عالي لو بضرب مثلا زي كذا دمج عالي بس الثرست بالعادة يصلح معاهم. يعني مثلا تلعب كتانا حاول انك تسوي ضد الار2 او اي ضربات على قدام تسوي له دمج اعلى. باي باي مسكين الكلب اكل على وجهه. اوكي انا مكان صراحة كريه 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 بمعنى كريه. لا 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 ما اتفقنا كذا. اوكي واحد اثنين لحد تعرفون ليش اقول كريه. اول شي ذولا يرمون عليكم فضلات غير كذا في دبان هنا دائما اموت عندهم ما احبهم صراحة ما اعرف كيف اتصرف معه لكن خلونا نجلد واحد كذا بسرعة من وراه. ثاني انتبهلي اوه والله ذبحناه بالار2 والله نايس. هذا بيسوي السحر حقه تضرب. خلاص ذبحنا كل الوحوش في المنطقة بالكامل. الحين يمدينا نكمل استكشاف المنطقة في كم ايتم حلو وركزوا عليه لانه ممكن تضيعون. انا صراحة في اول تختيمة ضيعت المكان. هنا نلاقي الفلين رينج خاتم يمديك تستفيد منه اذا ما تلبس ملابس. يمديك تستفيد منه اذا ما تلبس ملابس لانه شوفه ما بيزود لي دمج. حلو مو قاعد يزود لي دمج ولا حاجة. اهو ما زود ولا حاجة. بس كم قوة سلاحي 204 بس شوف الحين افصل ملابسي زود دمجي 220 فيزود دمجك اذا كنت مفصخ يعني خاتم قلة حياة. فانا صراحة البس ملابسي. ممكن اغلبكم هنا حسب ان المكان انتهى لكن لا ما انتهى. هنا في نزلة وبعد النزلة هنا في دحرجة نزبطها. حلوين خلينا نلف حولنا البرج هذا ممكن نلاقي ايتم. فعلا لقينا ايتم هوم وورد. نجي هنا هذه نحاول ان نجري وننط على الثاني زي كذا لين نهبط ونلاقي خاتم ثاني. هذا الخاتم اللي عبي الخط الاخضر خاتم كويس صراحة فببدله بدال الخاتم الدفاع يعبي للخط الاخضر. ايش بشخصيتي سودت. وهنا بنلاقي ملابس الميرا. ميرا هذه واحدة من شخصيات دارك سولز 2 واحدة من شخصيات دارك سولز 2. ايش كمان خلينا نشوف ملابسها. والله اخف والدفاع فيها عالي وشكلها حلو يعني ستايل. طيب يعني مو فرق صراحة حتى مو فرق في الوزن. اوكي بخلي اليد.
تعقب الرجل. هذه ثقيلة صراحة، هذه مرة 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 ثقيلة اللبس، بس دفاع كويس. شكله بخليها. توقع الحين يمدينا احط سلاح ثاني مع الكليمور مثلا، شيكاتانا. اقدر احط الريبر، بخلي الريبر. ممكن اقدر الحين احط الشيلد، لا ما اقدر. اوكي اقدر احط البو ولا البو. يا سلام على الشكل، مره ما في ستايل. لا لا لا، احط الليكس حقتها. اوكي الحين اقدر احط اتوقع الشيلد والبو مع بعض، مع ان البو ما عندي اسهم، بالي اشتري اسهم. بس مدينا احط الخوذة. مدينا نجيب خوذتها، اوريكم بعد شوية. احنا كذا يا شباب خلصنا كل المنطقة دي بالكامل، شطبنا ابوها. هنا بس نشوف هنا اذا في شيء. ما في شيء. اوكي الحين نستخدم الهوم وورد، برجع للفايرلينك شراين، بنسوي كم حاجة، نشوف ايش يصير. اوكي جينا للفايرلينك شراين، عشان نستخدم السولز. كنت تلاحظون الحين زاد ستات اسمه الهولوينج، وصار عندي رقم واحد. اتوقع الحين لو اروح ل يول راح يعطيني ليفل، اتوقع لاني مت. لا لسه لازم اموت موتتين. اوكي اوكي هذا اختفى طبعا، هو قال لانه بيروح يسرق يجي يبيع علي. اوكي الان هذا زاد عنده الايتمات، يمديني اسوي تطويرات جديدة. انفيوز ويبن. اوكي 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 انا الحين معايا الجيم، يعني زي ما تلاحظون معايا الجيم حق الشارب وحق الهيفي، هذول الاثنين معايا، بس ما يفك لي ذا التطوير لسه. لازم اجيب له ايتم عشان يسمح له يفك ذا التطوير، بعدين اقدر اطور فيه الايتمات. فخلنا نكلم هذا. ما عنده شيء اتوقع اننا باللفل. هذا رجع هنا مكانه. اتوقع اني احتاج فيتاليتي صراحة. خلنا نشوف اول شي كم ليفل. ثلاثة ليفلات. اوكي احطها كلها في الفيتاليتي. خلنا نكلم ذا حزين. You haven't given up yet. Then your abrasion less than I thought. You can make better use of this. شكرا اعطانا الهيفي جيم. I don't need it. Not now I've flown the coop. يقول انت لساعك ما استسلمت. اعطاني هذه يقول لقيتها. The undead legion of Farron is a caravan of undead sworn by wolf's blood to contain the abyss. The legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems.
I pity the sorry souls. قاعد يكلمني على منطقة قدام راح نروح لها فرنس على ما أظن وتابعين للأبيس في نفس الوقت رئيسهم ذيب وقوتهم يعني لدرجة أنه قاعد يوصفهم هم زي المجموع قاعد يوصفهم يقول أنه يقدروا يطيحهم مملكة لحالهم من كثر قوتهم فهو واحد منهم بس هبك شكله. Gaining admission to the Legion is a matter of self-effort. Okay. قبل ما ننهي الحلقة نبي نروح للبنت الغراب نبي نعطيها كم آيتم نشوف والله ما أدري استرت الضباب أتوقع هذا اللودينج المنطقة قاعد تحمل اوكي فكر كلمة الشجرة ممكن تعطينا بذرة نب ما عطتنا شيء تذكرون هذا السلم فكناه الحين صار عندنا طريق مختصر يمديك تبدل ما عندنا الغراب يا من السطوح او من تحت فالطريق عشان تبدل عنده ايتمات تعطيها ايتم واذا انبسطت حتعطيك ايتم ثاني ف هنبدأ بهذه الزيك برو نسوي لها الليف وأوكي انبسطت فالحين هي أخذت الايتم وعطتني ايتم ثاني عطتني ملابس الصلايت ف يجيبون ملابس الصلايت هذه الطريقة الصدر بس فالحين نبي نجرب ايتمات ثانية هذا الايتم اظن انه كمان لو اعطيته بتعطيني شيء اعطتني هذا الايتم هذه التحية كول اوفر في نفس الوقت اعطتني القناع التكملة حقة الملابس هذه اللي معايا اوكي خلنا مثلا نعطيها اللسان اتوقع ما راح تاخذ اللسان ما عجبها شايفين قاعد يقول نو نو ما عجبها فراح ترد لي راح ترد لي نفس الايتم طيب ديك تيجي تجرب تعطيها ايتمات مثلا بجرب اعطيها الهوم وورد مره مبسوطه عجبها الهوم وورد اوكي عطتني اليد حقت ملابس السنلايت خذها مثلا اعطيها ربش ما عجبها اوكي هذه ذويقة صراحة نشوف مثلا حجرة غزو ما عجبها في ايتمات كمان قدام في اللعبة ناخذها وممكن تعجبها ولا ذا انا بجرب معاه كل الايتمات صراحة بمشي بالترتيب اوكي عجبه هذا الايتم هلو كاربي اوكي ايش اعطيتها اعطيتها هذه الجمجمة فاعطتني ايتم هذا استخدمه عادي استخدام زي كذا دقيقة اوريكم كيف تحطها هنا موجودة من دارك سولز 1 ترميها وتقول هلو هذه ما راح تاخذهم ولا هذه خلينا نشوف امبر ما تبي امبر اوكي خلينا نجرب اخر شيء ولا العشبة اوكي اخذنا من عندها كم ايتم الحين اخذنا تكملة اللبس قناع
هذه لو تذكرون ملابس لوكاتيل. يمدينا حتى أخذ السلاح ينباع من عند اللي يبدل أرواح الزعمة. خلينا نشيل هذه. يمدينا نبدل السلاح لو نبغى. اوكي في كمان شيء حابب اني اجربه على السريع. هنا المفروض في واحد يحبسنا، بس اتوقع انه يحبسك شو صراحة يعني في قديش انت مشيت في اللعبة. نطلع ننزل مرة ثانية. إذا لقينا الباب مقفل معناته قفل علينا. لا لسه ما جاء. يبانا نتقدم في القصة. يبانا نتقدم في القصة. أوكي. أوكي شباب. كذا راح ننهي الحلقة إن شاء الله تعالى. أتمنى ذي الحلقة عجبتكم. استكشفنا المنطقة بالكامل. السيتلمنت. وان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية راح نروح رود اوف ساكرفايس، راح نستكشف ذيك المنطقة بالكامل. في شيء ممكن اسويه خلف الكواليس اللي هو اني بنتحر 20 مرة، وراح اقول لكم ليش انتحرت 20 مرة في الحلقة الجاية. يعطيكم العافية يا شباب على المشاهدة، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم دارك سولز 3. كان معكم اخوكم بسام وفمان الله.